تفاصيل أكثر نعرفها من الأستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذة نيفين، ونعرف آخر الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الخاصة طبعا بالصفين الأول والثاني الثانوي، واللي من المقرر أنها تجرى إلكترونيا. اتفضلي. بالفعل أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات تعليمات خاصة بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي، وطبعا ده الفصل الدراسي الأول. التعليمات دي يعني كلها ضرورية وهامة جدا الطالب يعرفها قبل دخول الامتحانات. أهمها طبعا الامتحان للطلاب النظاميين هيكون إلكترونيا على التابلت زي ما حضرتك ذكرت، وهيكون موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس، وهيوضع بمعرفة التوجيه المختص بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية. وطبعا التأكيد على النقطة دي مهم جدا، لأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السنتين الماضيين كانوا على مستوى مركزي، يعني كان زيهم زي الثانوية العامة، كانت الامتحانات بتبقى من الوزارة مباشرة، لكن هذا العام ستتم من خلال الإدارة التعليمية أو على مستوى الإدارة التعليمية. طبعا في طلاب هيمتحنوا في الفترة المسائية، ودول طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحان مختلف عن امتحان الفترة الصباحية، ويكون بنفس معايير امتحان الفترة الصباحية وموازي له تماما. يعني هيبقى في طلاب تاني هيبقوا في الفترة المسائية، بحيث ان يعني طبعا تبقى اللجان فيها عدد أقل من الطلاب، حوالي من 14 ل 16 طالب في اللجنة، علشان طبعا تطبيق الإجراءات الاحترازية. فده هيخلي ان المدارس تقسم الامتحانات على فترتين، بالاضافه طبعا للطلاب اللي هيمتحنوا في المدارس الاخرى، فطبعا يكون في اماكن متوفره ليه، لكن بشرط ان يكون الامتحانات مختلفه، ما يبقاش امتحان الفتره الصباحيه هو نفس الفتره المسائيه يكون في اختلاف. كمان امتحان الطلاب النظاميين هيبقى مكون من 26 جزئيه مخصص لها 40 درجه، اضافه الى 10 درجات اعمال سنه للترم الواحد، وطلاب المنازل هيمتحنوا ورقي فقط من 50 درجة، نظرا لأن طبعا طلاب المنازل ما بيحتسبش ليهم أي أعمال سنة. وامتحان طلاب المنازل هيكون 35 جزئية وسؤال من 50 درجة. طبعا بيراعي في امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام. طبعا الامتحانات بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة ستجرى في المدارس اللي فيها انترنت، وطبعا هتكون موصل بالشبكه الرئيسيه اللي موجوده داخل المدارس، علشان ما يحصلش اي يعني نوع من انواع العطل او سقوط السيستم. وطبعا في امتحانات ورقيه بديله فورا، يعني لو السيستم ما اشتغلش او في اي عطل، الطالب هيعوض بوقت اضافي وهيمتحن ورقي نفس التوقيت اللي كان بيمتحن فيه الامتحان الالكتروني. وطبعا كل هذه التعليمات والتيسيرات للطلاب علشان ما يبقاش في اي يعني معوقات للعمليه الامتحانيه، وتسير بمنتهى السهوله واليسر، وما يكونش في اي يعني احداث بتقلل من نظام الامتحانات او بتعوق نظام انتظام العمليه الامتحانيه داخل المدارس. وطبعا كل هذه الامور او هذه التعليمات المدارس بتبقى بتنبه يعني طلابها بان هم يراعوا كل هذه الامور قبل دخول الامتحانات، وبيكون طبعا عن طريق الجروبات بتاعه المدارس وعن طريق الصفحات الرسميه الخاصه بيهم بيرسلوا هذه التعليمات الى ابنائنا الطلاب عشان يستعدوا لامتحانات نصف العام ان شاء الله، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. يعني الطلاب بيتم ارسال التعليمات ليهم علشان يكونوا عارفين هم يعني داخلين على امتحان شكله ايه. بالظبط كده يا فندم، وطبعا الطلاب كمان يعني السنه دي عندهم ميزه ان هم عارفين كل هذه التعليمات قبل الامتحانات بفتره كافيه، عشان يكونوا داخلين الامتحان وهم مستعدين تماما، وما يبقاش فيه اي عنصر من عناصر المفاجاه بالنسبه ليهم. طيب يعني ننتقل لملف اخر، حابين نعرف راي حضرتك في وجود قطاع كبير من الطلاب واولياء الامور قرروا دخول التعليم الفني، تغيرت يعني الصوره السلبيه عن هذا التعليم، كيف ترين ذلك؟ طبعا التعليم الفني حدث فيه تطور كبير جدا من خلال المناهج القائمة على الجدارات أو المهارات المهنية، وهذه المناهج بتعطي للطالب أو للخريج شهادة بتخليه يكون يعني ممكن يشتغل على مستوى محلي وعلى المستوى العالمي كمان، يعني ممكن في أي دولة من العالم
يشتغل بهذه الشهاده اللي هو بيكون حاصل فيها على المهارات الكافيه، وبيكون فيها العملي جزء اكبر من الجزء النظري، والاسئله او المواد النظريه بتكون بصوره اقل. فطبعا الامور دي مهمه جدا، بالاضافه لاضافه المدارس التكنولوجيا التطبيقيه، وهذه المدارس اللي بتكون بالشراكه مع الشريك الصناعي من خلال المؤسسات والشركات الصناعيه الكبرى. وطبعا هي هذه الشركات بيتم بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وضع المناهج الخاصه بيها، وبالتالي بتخرج خريجين بتحتاجهم هذه المصانع وهذه الشركات، وكمان بيتم تدريبهم فيها، وطبعا بتقبل اعداد قليله جدا ومستوى عالي من التعامل مع الحاسب الالي واللغات، وايضا المجموع كبير في الشهاده الاعداديه. وطبعا كل هذه الامور غيرت النظره البنيه للتعليم الفني، بالاضافه طبعا لانشاء الجامعات التكنولوجيه اللي جعلت من طالب التعليم الفني يستطيع ان هو يكمل تعليمه العالي في هذه الجامعات، وايضا الدراسات العليا. وهذه الجامعات مخصص ليها جزء لطلاب التعليم الفني وجزء لطلاب التعليم العام، ولكن طلاب التعليم الفني النسبه الاكبر فيها وعليها اقبال كبير جدا. وطبعا سياده الرئيس طالب بزياده عدد هذه الجامعات، وبالفعل ده بيتم خلال هذا العام والاعوام المقبله. واصبح في كل جامعه حكوميه تتبعها جامعه تكنولوجيه، وطبعا ده يعني امر مهم جدا لان في زياده للطلب على هذا النوع من انواع التعليم. تمام، ممتاز جدا. انا بشكرك استاذه نبيل شحاته مسؤول ملف التعليم بجريده الاهرام.